بطولة الأمهار بعمر السنة. كل التوفيق. Yearling Calls. Good luck.
لتعود الآن الأمهار مرة أخرى إلى أرض الميدان. We would like to call all the qualified colts back to the arena. Six of them are qualified for this championship. Wishing them all the best inshallah. نستدعي الأمهار الستة المؤهلة في هذه البطولة، بطولة الأمهار بعمر السنة، تعود لتقف في أرض الميدان ليبدأ الحكام في التصويت. كل التوفيق إن شاء الله. كل التوفيق لهذه الأمهار التي اجتازت منافسات فئاتها وحصدت على المركز الأول أو الثاني أو الثالث، والآن الفرصة لاختيار هذا المهر ليحصل على لقب الذهب أو الفضة أو البرونز. مجموعة الخيل العربية الأصيلة، نقول من سلالة أصيلة، يا الحصان الأصيل، يا عربية القوام ويا عربية الدماء، أفتخر دوم مالك في الجزيرة مثيل، كامل في وصوفك والوفاء والتمام، أنت فهل الحجاز ومن مرابط هذيل، كاسبين الجميل مبرقين الجهال، باسمهم ذا عصيتك كل يوم وليل، وانت لولاك أصيل ما اكتنوك الكرام، حي زولك حي زولك ومشيك بريا وصهيل، أشعل كان لونك شعلة بالظلام، فيك صدر وسيع وفيك وجه جميل، وفيك عين الشجيع وفيك ساق النعام، فيك من ردف عذرة شال حمل ثقيل، مبتداه للغرام ومنتهاه للغرام، فيك سطوة محارب من نهار المهير، لا تناخوه ربعه شاش راسه وقام، انت لا من حضرت تحقق المستحيل، بالميادين لك هيبه وكل احترام. اذا مع خيره الامهار ومع الفرصه للحصول على لقب في بطوله كتارا الدوليه، نترككم مع هذه الامهار وبانتظار تصويت الحكام. Long summers we
played what a fight, stayed up at night and dreamed of ways through the world. I still remember the first time I kissed you, the look on your face as I grazed your lips with my lips. Our worlds collided, those were the days. Calls will be going now to the collecting ring, waiting for our announcement. So good luck and thank you. Judges did their votes. It's time to calculate. أنهى الحكام تحديد اختياراتهم والتصويت على الأبطال كل حسب رؤيته. والآن يتم احتساب الأصوات مع لجنة الانضباط. وخلال لحظات تعرف على ثلاث أبطال من بين ست أمهار تأهلوا لهذه البطولة. كل التوفيق إن شاء الله لهم جميعا. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي حسمت النتائج ونتوكل على الله ونبدأ إعلان المهر اللي حصل على لقب البطل البرونزي. المبروك للمهر شهاب الفارس 107 برونز ميدلست. Come to the arena. 107. مبروك للمالك منصور مسعود المري. الآن ننتقل لإعلان البطل الفضي ونبارك أعزائي لقطر طبعا لأنهم كلهم من قطر، بس أي مزرعة أي مربط، مزرعة الريان ذبان الريان. ألف مبروك. 112 is our silver champion. الريان فارم. الذهب ما راح نطول عليكم. الذهب نبارك فيه أعزائي للشيخ مشعل عيسى آل ثاني والسنان العالية. 105 our gold champion. ألف ألف مبروك. نطلب من الملاك لو تكرمتوا نزول إلى الميدان. So owners, we'd like to have you beside your champions in the arena. سيداتي وسادتي على أرض الميدان الأمهار الفائزة، ألف مبروك. ندعو ملاك هذه الأمهار الوسيمة للانضمام إلى جياد وذلك لأداء مراسم التتويج. نستضيف إذن مع الأمهار الفائزة مع هذه الأبطال الملاك ونبارك لهم. وأعزائي أطلب من الحضور الكرام أن نقف تحية لسلام الدولة الفائزة وهي قطر. Ladies and gentlemen, can I ask you kindly to stand for the national anthem of the winning nation? It's قطر. ألف مبروك للأمهار الفائزة وملاكها. وندعو السيد علي سيار التميمي رئيس قطاع المبيعات للشركات الكبرى والعالمية لتتويج الفائزين. كان هذا الشوط برعاية فودافون.
المهر الحائز على الميدالية الذهبية سنان العليا للمالك الشيخ مشعل عيسى الثاني من دولة قطر، ألف مبروك. مهر مهر كولد. والمهر الحائز على الميدالية الفضية ذيبان الريان لمزرعة الريان، ألف مبروك. والمهر الحائز على الميدالية البرونزية شهاب الفارس للمالك منصور مسعود المري، ألف مبروك. ألف مبروك للأمهار الفائزة وملاكها، ونشكر السيد علي السيارة التميمي رئيس قطاع المبيعات للشركات الكبرى والعالمية من فودافون. سيداتي وسادتي لحظات ونستأنف مع أشواط التالية، البطولات التالية وهي للمهرات عمر سنتين وثلاث سنوات. We'll be starting shortly with our two-year-old and three-year-old fillies. Stay with us. إذن أعزائي ألف مبروك، نستعد للبطولة القادمة ونستقبل في أرض الميدان خلال لحظات الحكم.